جمعية مستقبل النسيم تحت القيادة السامية للرشيدة للملك مولانا محمد السادس نصر الله. إنها لحظات الوفاء وتجسيد هذا الفضاء الريادي عبقرية محمد السادس على العهد على الوفاء. احنا مسرورين وجايين فرحانين بهذا التجسيد ديال هذا الفضاء الرياضي حي النسيم. كان قطع الزجاج ديال الاشواط وكان واحد التنان فيه على التراب ومن بعد عاوتاني درنا الزفت ومن بعد ننتقل للمبادره. وكان من هذا المنبر كنشكروا سيدنا الله ينصرو مبديع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي ساعدتنا. شكر موصول لكل نسيج الجمعوي لحي النسيم. العامل على مقطعة الحي الحسني اللي بدات لي المساعدة وساعدونا في نطاق المبادرة وتنجز هذا المشروع وهذا المتنفس الرياضي اللي ساكنة حي النسيم. حي النسيم اللي كيزخر بالشباب كثير، وحنا دابا هذا كنساهموا باش نغيروا ندخلوا لهم واحد الثقافة رياضية بلاصت ما يمشي الانسان يجيب مسائل اخرى. حنا الحمد لله الشباب كثير والرياضيين كثار في النسيم، وهذا المتنفس اللي غادي يعطي واحد الدفعه واحد الشحنه كبيره لهذ الشباب ولهذ الرياضيين، وداخل في نطاق محاربه الاقصاء الاجتماعي اللي ينادي به سيدنا الله ينصرو. وحنا راه مجندين وراء سيدنا، وحنا راه فرحانين بزاف بهذا الفضاء الرياضي اللي هو غادي يحل لنا بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه. وهذا راه لبنة أولى لأن إن شاء الله كنطمحوا باش يزيدوا مشاريع أخرى سوسيو رياضية في هذا الحي اللي هو حي شاب. يلا تنزز هذه واحد السنين الأخيرة بهاد الناس كلهم. هاد الناس جاو من المدينة اللي كنا في المدينة ورحلونا هنايا، وراه السكنة ديال المدينة كتعرف الناس راه شباب ومثقفين مولفين بدور الشباب مولفين بالرياضة، وجينا هنا خاصنا في الحقيقة هذا الفضاء. هذا كنا خصص كبير والحمد لله بفضل سيدنا الله ينصرو والسيدة العاملة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية راه ساعدتنا بزاف. حنا مشكورين ومنونين لسيدنا الله ينصرو، وغيكون إن شاء الله راه عندنا واحد البرنامج غيكون واحد الدوري ديال رمضان حنا كنديروه سنوي قبل ما يكون هذا المشروع، ولكن دابا راه غادي يعطي واحد الدفعة كبيرة. وغيكون برنامج ان شاء الله في رمضان، غيكون واحد البرنامج شهري ديال طيله رمضان غادي نشطوا فيه الشباب، وحتى الشياب اللي كيجيو الناس الكبار كيجيو يتفرجوا، وكيكون واحد الحماس كبير عندنا الرياضي هنا في حي النسيم. وكاين عندنا واحد غنخلقوا واحد المدرسه ديال كره القدم ديال الشباب ديال الاطفال والصغار. راه وجدنا البرامج ديالها، بمجرد ما يسالي التونه ديال رمضان ان شاء الله يتحروا الدراري غادي ينطلقوا بهذه المدرسه اللي غتكون بواحد الطريقه أكاديمية. غيكونوا الأطر ديالها عندهم شواهد ديالهم ديال التدريب باش هاد الناس نخلقوا منها شي حاجة. ما بغيناش نجيو عا شي واحد عا شي كواري قديم يجي يقول لك ندير الدريها وندير لا، جبنا ديك أكاديمي، جبنا أطر اللي عندهم شواهد وغيتكلفوا ذوك الوليدات وغادي يكون عندهم الألبسة ديالهم، تكون عندهم السيرفيت ديالهم، يكون عندهم لي كاسكيت ديالهم، يكون عندهم لي ساكات ديالهم، كلهم باسم الجمعية، وداك الشيء ويكون مأطر ويكون مزيان. وان شاء الله كنطمحوا على الاقل الى السنه قلنا نخرجوا واحد ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ديال المواهب. هذا راه شرف لينا وشرف لسكنه حي الناس. المشروع اللي اليوم حنا كنحضروا التدشين ديالو كاين دارش واحد يعني عمل كبير اللي قامت به المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في الحي الحسني.
هو تم الانجاز ديالهم مشاركه بين المبادره وبين المنعش العقاري اللي قام بانجاز المشروع. المبادره قامت بالتجهيز ديالو والاعداد ديالو، والمؤسسه المغربيه للنظم التعليمي الاولي كتقوم بالتسيير ديالو. الاطفال اللي اليوم كنشوفوا هنايا كلهم اطفال ديال هاد ثلاثه ديال الاحياء اللي المستهدفه من هذا المشروع هذا. كذلك المربيات اللي كيشتغلوا في هذا المركز كلهم مربيات تم التشغيل ديالهم من هاد يعني من هذا الحي هذا. وهذا المشروع يعني هو كيدخل في شبكه مساعده للمؤسسه المغربيه اللي الان كتشتغل في الصعيد الوطني من وجده لطنجه للقويره. عندنا مشاريع ازيد من 300 قسم على الصعيد الوطني، وكتستقبل المؤسسه اليوم ازيد من 10,000 طفل في السن ديال التعليم الاولي، وكلهم كيستافدوا من برنامج بيداغوجي متكامل في كل ما هو حسي حركي، كل ما هو تربوي، كل ما هو يعني تربيه ما هو اجتماعي، ما هو يعني كهيئهم باش يكونوا احسن في احسن حال بالنسبه للتعليم الابتدائي على الخصوص، ولكن كذلك باش يكونوا مواطنين يعني ويقدروا ينخرطوا في المشروع المجتمعي ديال بلادنا. ولكن بتكلفة أقل تراعي بطبيعة الحال ترتيب ديال هذه الأسر اللي هي مهمشة وكذلك فقيرة. هذه الاستراتيجية اللي كرسناها واللي بديناها سوية سواء بطنق عامل صاحب الجلالة على عمل قناة حي حسني إلى جانب كذلك رفيقنا في هذا الدرب السي فجراني، إلى جانب كذلك حاليا السيدة العمل ديال بمسيك عندما كانت مديرة الأكاديمية. وهذا المجموعة المشروع هذا تندمج في واحد مجموعة تاع المشاريع اللي بدينا هذه واحد 3 سنوات عن الصعيد عمالة إقليم الحي الحسني. خصوصا هذه السنة هذه درنا هذا النشاط تاعنا في الفضاء تاع التعاون الوطني كما تشوفوا. خلقنا 3 أقسام تاع التعليم الأولي، جوج تاع التعليم الثاني، واحد القسم تاع التاهيل الأول، وخلقنا واحد الفضاء اللي ما كانش موجود كما تشوفوا على برا خاص بالألعاب، خاص بالألعاب. والساحة اللي كانت قبل الفضاء كانت عبارة على لا شيء، ولكن بالمجهودات واحد مجموعة الإخوان استطعنا باش نخلقوا واحد فضاء ترفيهي اللي أي شخص ولا أي أم مع ولدتها دايزين فم الباب إلا تيبان لهم ذاك المنظر تيقول لك أنا هنا بنت سجل سنة المقبلة. وهادشي كله الفضل تاعو ترجع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي الرئيسة تاع اللجنة السيدة العاملة التي يوميا توقف على هذا المشروع ورحبات به مزيان. وكما تشوفوا الإقبال اللي جا اليوم راه ماشي إقبال سهل، راه إقبال كان في المستوى، وكاين من ناحية دخلنا حتى شوية تاع الفن التشكيلي، لا من ناحية الألوان، لا من ناحية الفضاء، لا من ناحية التهوية، والكل تيشهد من ناحية التهوية راه كيبان لكم داك الشيء. والحمد لله المرافق الصحية راه موجودة، كل شيء هاني، كل شيء مرتاح،
والافتتاح ان شاء الله غادي يكون السنه المقبله ابتداء من شو تنبير. وتنتمنوا التوفيق وتنتمنوا بان هذه التجربه هذه تعمم في جميع الاقاليم تاع المملكه باش البلاد تاعنا تزيد شويه لقدام.